تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أناب سموه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل توزيع وثائق الوحدات السكنية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية على المنتفعين من منتسبي قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم تزامنا مع احتفالات قوة دفاع البحرين بالذكرى 52 على تأسيس قوة دفاع البحرين. فلدى وصول صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لموقع الاحتفال، كان في استقباله سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى اللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين كلمة بهذه المناسبة. بعدها تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتوزيع وثائق الوحدات السكنية على المستفيدين من منتسبي قوة دفاع، مقدما معاليه خالص شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة السامية من جلالته لمنتسبي قوة الدفاع، معربا معاليه عن الاعتزاز بهذه اللفتة الملكية السامية والتوجيهات السديدة بتوفير السكن الملائم للمواطن الذي هو التنمية المستدامة لهذا الوطن العزيز. وصرح صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه تنفيذا للرؤى المنيرة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، أولت قوة دفاع البحرين جانب الخدمات الإسكانية جل اهتمامها، فحرصت على وضعها في أولويات خطط التطوير والتحديث فيها، مضيفا معاليه أنه من هذا المنطلق دأبت قوة دفاع البحرين على إقامة المشاريع الإسكانية لمنتسبيها، وذلك في إطار جهود القيادة الرشيدة الدائمة والحثيثة لتوفير السكن الملائم والمريح وفق معايير تتناسب مع خصائص البيئة والتقاليد البحرينية الأصيلة، مشيرا معاليه إلى أن هذه المشاريع الخدمية التي تقدمها قوة دفاع البحرين ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تشمل على قروض الشراء والبناء والترميم والوحدات السكنية والشقق المؤقتة للضباط والأفراد والوحدات السكنية والشقق للتمليك للضباط والأفراد وعدد من المشاريع الإسكانية قيد الإنشاء بالإضافة للسكن الوظيفي، يأتي ذلك سعيا من قوة دفاع البحرين إلى تحقيق الحياة الكريمة لمنتسبيها لأداء واجبهم بكل عزيمة وإخلاص، ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم لضمان استقرارهم الاجتماعي. وهنأ صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين منتسبي قوة دفاع البحرين من المستفيدين من هذا المشروع الهام، وبارك لهم حصولهم على هذه الخدمات الإسكانية، مؤكدا معاليه حرص القيادة العامة على تقديم كل الدعم والاهتمام اللازم لأبناء قوة دفاع البحرين الذين هم مصدر فخر واعتزاز للوطن، شاكرا ومقدرا جميع الجهود الطيبة التي أسهمت في إنجاز هذه المشاريع الإسكانية، مؤكدا معاليه على استمرار قوة دفاع البحرين في نهجها بالاهتمام بأبنائها وتقديم كل الدعم لهم في مختلف الأصعدة والمجالات. حضر الاحتفال سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.